اوكي سلام ورحمه الله وبركاته، معك تيجن بالزيت. طبعا اليوم راح نلعب لعبة يعني هي سمان يعني انا بلعبها من سنة اسمها دانتليس مع الاسطورة محمد. ايه من محمد احمد قصدي. طبعا اللعبة هي عبارة يعني عن كيف اشرحها، يعني اللعبة عن عبارة عن وحوش ودروع وبوشنات، يعني بوشنات وهاي هي ال بتقوي الدمج عشان الوحوش، وفي مهمات بتاخد عليها مصاري وهالشغلات، وفي زي اعشاب عشان تصنع ال البوشنات اللي هي والسترينت وهاي الشغلات. في هون الدروع حسب الدروع، مثلا تلج كيف ما انتم شايفين فوق على اليمين، في هاي كهرباء وهاي غاب الاعشاب وهالشغلات، هاي التلج وين، هاي نار يعني، وهيك وهيك نفس الشيء. هون السيوف، في سيوف، في اكسات، في بعرف شو هذا، انا شو اسمه، بروتاليتي في هذا انا بسميه من جلين انا خلص ايش معناته، في راجنج هذا، يعني كل اشي يعني اله خواص، يعني اله قوات واله هالشغلات. ويعني هسه بتشوفوا يعني بس نفوت جيم ايش ايش يعني هالشغلات. بس هون يعني هون يعني هون بعطيك الاشياء عشان تطور اسلحتك وهالشغلات، من هاي اللي فوق على اليمين الاورب هذا، هذا بخليك تطور اسلحتك مثلا لليفل معين، لليفل 5، وليفل 5 بعدين بصير بده لليفل 6، بصير بده زي اشياء مثلا ديل وحش اظافر كرون وهالشغلات. طبعا يعني راح نفوت اسا اشي نجرب كيف ما شايفين هذول هن الوحوش. يلا كيف ما انتم شايفين يعني يعني مش راح نقدر نغلبه، نغلب هذا الا مال الباور والارمر يعني يكون عالي، بس احنا راح نفوت هذا نجرب. شايفين قاعد نسوي يعني هون هون بشرح لكم ايش لازم لكم، يعني لازم سيوف الثلج ودروعة نار، يعني تقدر تحط من هون بس من هون اسهل. Wills is at your service. ايش احط؟ ايه سيف تلج بدروع نار. طيب شباب رجعنا للعبة يعني بعد قطعة يمكن سنة، لأنه أنا لعبتها من أول ما نزلت. ويمكن احنا على فكره كنا كثير كثير كيفين على حلو اللعبه، وكان ماب غير وكان اشياء ثانيه، بس يعني رجعنا على اللعبه مره ثانيه، وهالمره عن جد مأدمنين عليها، ادمن اكثر من فورتنايت. لعب ممتع كثير. طيب شباب نستنى طيب شباب كيف ما انتم شايفين هون الواجهة، مش شنو واجهة يا زلمة، هون لما نفوت على الجيم هاي الشغلات تصنع فيها الأدوية وهاي الشغلات، الفطر والورد والحجارة. طبعا شباب الحجارة اللي بتلاقوها زي اللي هون هاي للقنابل. شباب أهم شيء أهم شيء فتحة الانستجرام تحت بالوصف. فضح من غير فضح فضح ما انت مسيب انك منزل صور زي اجري فضحنا فيها ما يفضح. شو هاي؟
جميل يا كده زلمة، وين حلو هذا جدا الوحش يا زلمة؟ وين هذا الوحش يا زلمة؟ يمكن تلاقي هنا. لا يا لكيته لكيته يا لكيته لكيته يا حبيبي من أولها. يا حبيبي من أولها اللي معاك عم الحاج. تعال ساعدني فيه عديل عديل أول شيء. أوي لا يا الله، بس جبت النار. أو والله انك سابق. شباب احنا لما نلعب هاللعبة من عين ما بنفوش عكد ما بتحرك. احنا فتت على اخر تاني. حهيلي انا بدي اروح اعيط. طلع في نص خلقتي. شو هي هاي بتهيل يعني، بس انه لها وقت. لا مش يعني لها وقت، يعني لها كمية. انا على فكرة لما اضرب اضرب مثلثات واضربش مربع، لان المثلثات شو اسمه اقوى. بتعطي 300 انا عندي. تاكسي برايس ما بعطيه. اي كيف حالك احمد؟ اه شباب لعبة فيها النوت كمان، ينفع تسأل بس، ومرات تقدر تحيي حالك انت كمان، بس اكثر ما ينفعش اكثر من 3 مرات يعني. انا حاولت اوي هي بنفع كيف ما تشوف يعني هاي يعني مش اكثر من ممتع. اوه يا زلمه ماي جيفر جراند دايفر. انا عديل هاجم حالف اقطع الديل. انا ديل كرب ينقطع. قطعته قطعته قطعته. وين ديلو راح؟ وين ديلو راح؟ اسمع اسا على وجهه على وجهه عشان تكبع، عشان تكبع كرنو بعدين على اجره عشان الضفريق. المهم هذا بتخبى كثير زي هذاك الناري نضل مشلف على طول. اي ايه تجمد تجمد. انا عندي تعب. افجر ابوك. هرب. والوحوش كمان يعني بتهرب، مش كل الوحوش. متى الليفل عالي اه بتهرب لما تدمجها كثير، بتهرب على محلات. اما الليفل واطي لا. طبعا شباب اللعبة عن جد من يعني اول ما شفتها انا اللعبة بتجنن. لعبتها عن جد كثير عجبتني، انه فيها انت بتطور اسلحتك وهي الشغلات.
الله اكبر الله اكبر. هو عندكم راح 1006 ولعت معه انكبع كرم انا شايف انه طلع راح حيني 25 لسه انتبه هيك ورا ما بس بنش عندي مع اني يا زلمه بحكي لا رميت محل ثاني خلصنا تعال اي تعرف ان انا عليك جويته والله ما حدا خزكه الا انا ولك انا فوت جويته طبعا شباب كيف شفت انتو فوق اظن انه ختمت مهمة يعني هاي من المهمات اللي بتعطيك مصاري وبتعطيك كمان باكيجات لا اسد حطها في المونتاج على لايك جوتشي هاي ماينكرافت اي لايك يو كوجي طبعا شباب هذا كان نهايه المقطع اتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم تنبيه وانا انزل فيديو جديد حسابي لسه تحت بالوصف الله يخدك طبعا شباب طبعا راح اخليها يعني سلسلة يعني هاي لعبة دانتلس ان شاء الله يعني راح نستمر فيها وراح يعني نفتح وحوش جديدة واسلحة جديدة وراح نصنعها كلها معكم باذن الله شباب لا تنسى اللايكات 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 خلينا نشوف شباب هات نوصل 10,000 لايك 10,000 لايك يعني شيل 1000 نفس الشكل طيب شباب هات نوصل هذا الفيديو 7 لايك طلع عليك طلع عليك شباب يا سيدي احمد امر الصف الى الامام الى الامام طيب شباب يلا كان معك تيجون واحمد السلام عليكم يلا عد لي يلا اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم جينا لكم مقطع جديد هاي الصوره طارق معك مين اللي المفروض يكون مع مين؟ طيب اوكي سلام طيب يلا اوكي سلام تحلى طيب اوكي سلام تحلى زم لا انا خلاص Listen, let them feel this. You know, it's spitting no cap when I kill this. I'm better hit them with the raps, let them hear this. Where this war tour better be a field trip. Yeah, sack it up and then I double it. No time for mumble.